أعزائي المشاهدين، لليوم الثاني على التوالي هنا في حرم جامعة النجاح الوطنية نستكمل مشوارنا ونشارك خريجي جامعة النجاح الوطنية الفوج 31 من طلبة أبناء فلسطين في هذا اليوم وفي هذه الأمسية الرائعة جدا هنا من حرم جامعة النجاح. نواصل مشاركة خريجينا وخريجاتنا هذه الفرحة وأيضا للمستقبل الواعد وهؤلاء السواعد البانية للمستقبل الفلسطيني. أعزائي المشاهدين، سنبقى وإياكم من خلال شاشة الفجر الجديد من هنا من حرم جامعة النجاح الوطنية وطاقم تلفزيون الفجر الجديد اليوم الثاني على التوالي في بث حي مباشر لنقل وقائع وأيضا إجراء المقابلات للخريجين والخريجات من أبناء محافظة الكرم وأبناء محافظة فلسطين. سيكون معنا في هذا الطاقم دائما المبدع إسماعيل بلعاوي وأيضا علاء جلاد وصالح أبو ربيع، فكونوا معنا أعزائي المشاهدين في هذا التغطية المباشرة من حرم جامعة النجاح الوطنية. ومرة ثانية نقول ألف ألف مبروك للخريجين. فرح وياي بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا، ده مفيش فرحان في الدنيا. أعزائي المشاهدين، نواصل مشاركة أبنائنا أبناء محافظة طول كرم وأبناء فلسطين فرحتهم من جامعة النجاح الوطنية، ونلتقي مع الخريج محمد ياسين هندسة كيماوية. محمد ياسين، يعني هذه اللحظات هي جميلة جدا، يعني ماذا تقول في هذه اللحظات وأنت تقبض على الشهد؟ طبعا فرحة لا توصف، وأكيد يعني ثمرة نجاح 5 سنين هاي تعب ودراسة. أنا الهندسة كانت هندسة كيماوية، تخصصنا كان كتير صعب، وطبعا هذا نجاحي أنا ما بهديهوش لحدا غير لأمي والدتي العزيزة. طب تهدي لوالدتك، ولمين كمان كانوا مؤثرين عليك في أيضا في هذا الجهد؟ والدتي فقط. والدتك، يعني بقول لك من شاشة الفجر الجديد مبروك عليك باكت الورد، ألف مبروك. الله يبارك فيك، شكرا لكم. شكرا لك. نواصل معكم أعزائي المشاهدين من شاشة الفجر الجديد مشاركة أبنائنا أبناء محافظة طول كرم وأبناء فلسطين المستقبل الواعد بهذه السواعد وفرحة الخريجين. بداية مساء الخير وألف مبروك. مساء الورد والله يبارك فيك والله يخليك سكتك. تخصصك واسمك؟ أنا الشايب هندسة كمبيوتر. أنا الشايب تخصص كمبيوتر. طيب يا شايب، يعني في هذه الأمسية الجميلة جدا في حفل التخريج، يعني هذه اللحظات كيف تشعر في مثل هذه اللحظات؟ أول شيء كان هاي الفرحات نتاج 5 سنوات كامل التعب الشديد، التعاون من قبل الأهل، من قبل الجامعة ورؤساء القسم، بالإضافة للدكاترة. بصراحة الشعور لا يوصف، لأنه أنت عم تاخذ ثمار 5 سنين، شعور جدا جميل جدا، خاصة بوقوف الأهل معي. وببلغ تحياتي لجميع الأهل، لجميع الدكاترة، ولكل من وقف معي. ولمن تهدي هذا أو هذه الفرحة؟ أولا أهديها لوالدي العزيز أبو أنس أحمد الشايب، ولوالدتي ولأهلي ولجميع أصدقائي والدكاترة وكل من وقف معي بهذا العرس الجميل. مبروك من شاشة الفجر الجديد ووالده، يعني اليوم أعتقد أن الابتسامة عريضة. بس شفتك انبسطت كثير والله. الله يسعدك. ماذا تقول في هذه اللحظات ابنك وهو يعني يتوج باجمل تتويج في الكون؟ اسعد لحظات حياتي بعيشها. ابني انس الاول رقم 1 في ابنائي اللي اخذ هذه الشهاده، وبعتز فيه كثير الحمد لله، انبسطت كثير. وماذا تقول له بعد التخرج، مرحله ما بعد التخرج؟ بقول له يعني حياه سعيده وان شاء الله موفق. والف مبروك من شاشة الفجر الجديد. يسعدك يسعدك يسعدك. هلا حبيبي. المستقبل واعد وشبابنا الواعد ايضا بهذه الشهادات. يعني تعرفنا اسمك وعلى تخصص. الاسم مهند تيسير رمضان بسمري من محافظة الاوائل محافظة طول كرم، المحافظة المتميزة دوما بطاقمها وبتلفزتها المحلية ومحافظة التميز والتفوق. هذه كلمة الشهيد الراحل ياسر عرفات رحمه الله، ولكن ما هي هذه اللحظات او كيف تصف مثل هذه اللحظات الفرحة؟ هي لحظات عظيمة علي وعلى كل محبيني وعلى كل من يتمنى الخير لنا. هذه اللحظات يعني تمثل لحظة قطف الثمار بعد جهد 17 عاما. الحمد لله حصلنا على شهادة البكالوريوس من كلية الهندسة، ونأمل من الله أن ننخرط في مجتمعنا المحلي وأن نؤدي الدور الإيجابي المطلوب منا في المرحلة المستقبلية. ولمن تهدي هذه الفرحة؟
في البداية يعني أهدي هذا النجاح إلى والدي وإلى جدي وجدتي وإلى كل محبيه وإلى أرواح شهدائنا الأبرار، ونتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل لجرحان البواسل بإذن الله. ونحن نقول لك من شاشة الفجر الجديد ألف مبروك. شكرا لكم، شكرا لدوركم المتميز، وإن شاء الله من تميز إلى تميز. شكرا. الوطن بحاجة لمثل هذه السواعد. خريج جامعة النجاح الوطنية، بداية تعرف على اسمك وتخصصك. محمد عبد الله الدنا، هندسة مدني. محمد، يعني اليوم يختلف عن أي يوم، اليوم يوم السعادة، يوم الفرحة، يوم النجاح، يوم التفوق، يعني ماذا تقول في هذه اللحظة؟ طبعا يوم سعيد بالنسبة لطلبة الجامعة بتخرجهم من جامعة النجاح. طبعا أبارك لجميع الطلبة الخريجين في الجامعة، وأبارك لذوي الخريجين أيضا، وأبارك لفلسطين باكتساب هذه الكفاءات من طلبتها. طيب محمد، أيضا بعد التخرج ماذا ستفعل؟ أنا متخرج من الفصل الأول طبعا، الآن أعمل في طول كرم في إحدى الشركات الهندسية، والحمد لله إن شاء الله نخدم هذه البلد إن شاء الله تعالى. وإحنا بنقول لك من شاشة الفجر الجديد ألف مبروك. الله يبارك فيك. السلام. الفوج 31 هنا من جامعة النجاح، فوج التفوق والتميز والعطاء، وهذه السواعد ستبني هذا الوطن. وبداية تعرفين على نفسك. صبحة وليد مشاقي. صبحة، شو تخصصك؟ هندسة معمارية. صبحة، يعني لحظات عظيمة تختلف عن أي لحظة. أكيد، يعني ما في بعد فرحة النجاح كل تأكيد. طيب هذا النجاح وهذا التفوق لمن تهدي؟ بهدي أهم إشي لماما اللي هي ساعدتني ووصلت لهون، وأكيد كنت بتمنى إنه بابا يكون معي في الفرحة الله يرحمه، ولكل حد ساعدني، لكل أقاربي ولكل حد ساعدني إني أوصل لهون، ولدكاترتي أكيد. طيب أنت جهدك أيضا وتعبك لهذا الحصاد بعد سنوات، يعني ما بتهدي لنفسك كمان؟ بهدي لنفسي أكيد إنه التعب، بس أهم إشي بهدي أمي. طيب ورسالتك للخريجين والخريجات اللي طبعا الفرحة اليوم معهم كمان؟ ألف مبروك للكل، وإن شاء الله الكل بتوفق بحياته، وألف مبروك. إحنا بنقول لك ألف مبروك. والدتك موجودة؟ والدتك مساء الخير. مساء النور، أهلين. أول شيء بداية ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب ويخليك. يعني أكيد شعور مختلف. الحمد لله رب العالمين، يعني فيش أجمل من فرحة النجاح. شو بتقولي لها؟ ألف ألف مبروك، وبتمنى أولادي كلهم يتخرجوا ويوصلوا للي وصلوا لها. وإحنا بنقول لك ألف ألف مبروك دائما. الله يبارك فيك وشكرا لك، بارك الله فيكم. الفرحة ليست فرحة شخص واحد، وإنما فرحة الأهل والأقارب دائما، اللي دائما حوالين هذه البهجة، واللي هم كانوا رصيد كبير في الوصول إلى هذا الحصاد. مساء الخير. أهلا وسهلا بك. تعرفنا عن نفسك وتخصصك. حسام ماجد عبد الله أحمد جردات، تخصصي هندسة صناعية، خريج 2010 طبعا. حسام، هذه اللحظات عظيمة جدا وفرحة لا توصف. أكيد طبعا، لحظات أحلى لحظات طبعا الواحد بيعيش بحياته، للحظات التخرج والنجاح سواء بالتوجيهي أو بالجامعة. طب ولمن تهدي وهذه الفرحة؟ أكيد بدون لأبي طبعا أول إشي، ولأمي، للي حضروا معي سيدي وستي وستي اللي بالدار عمالها بتحضرني على التلفزيون، ولا كل أقاربي وعماتي كلياتهم، خالاتي، ولا طبعا للوطن ولا رئيسنا ولا للجميع اللي بيحبوني. مبروك لك دائما ووالده، يعني اليوم أنت أكيد ابتسامتك وفرحتك لا تسعى. لا شك طبعا أنا فرحة عظيمة بمناسبة تخرج ابني، وهي الفرحة لا يسعها فرحة، وأنا بشكركم وبشكر وبهدي هذا النجاح إلى رئيسنا وإلى الأمة الإسلامية والعربية. مبروك، وأيضا الجد هنا يحضر لمتابعة حفل التخرج والمساهمة في هذه الفرحة. والله أنا مبسوط ومشيف اليوم لأنه ابن بنتي نجح والحمد لله رب. وإحنا مشيفين أحد. الله يرضى عليك. شو بتقول له؟ شو بتقول له في اللحظة؟ ألف مبروك له. وإحنا بنقول لك ألف مبروك، ألف مبروك دائما. الله يبارك فيك وخليك، الله يرضى عليك. الفرحة تتواصل هنا في حرم جامعة النجاح الوطنية. مساء الخير. أهلا. تعرفين اسمك وتخصصك؟ إيمان رسمي قبها، قسم الآداب، قسم اللغة العربية. إيمان، يعني ما وصفك لهذه اللحظة؟ طبعا هي لحظات كثير حلوة، يعني خصوصا تجمع الأهل والدكاترة الأقسام، كثير كثير فرحة حلوة، يعني بهدي نجاح كله لأهلي ولجامعتي أولا. يعني في توتر اسمه توتر خوف، وفي توتر اليوم مبين عليك توتر الفرحة. طبعا توتر الفرحة أكيد، يعني شيء حلو كثير، يعني ويعني شيء عن جد حلو، وإن شاء الله الكل يعني بيصل لهي المرحلة وبفرح. لمين تهدي هذا النجاح؟ طبعا لجامعتي ولأهلي وأبوي وأخوي ولجميع اللي بحبوني. وإحنا بنقول لك ألف مبروك. الله يبارك فيك. سلام. شكرا. أيضا للنجاح شهد،
والشهد هو يعني العسل. واليوم شهد أيضا خريجة، ويضاف إلى الفرحة أيضا كمان شهد. شهد تخصصك واسمك الكامل؟ المهندس شهد عباس أبو بكر، تخصص قسم الهندسة الصناعية جامعة النجاح الوطنية. شهد يعني اليوم أجمل من الشهد اليوم يعتبر، ماذا تقولي في هذا؟ طبعا أنا انتظرت هذا اليوم 5 سنوات، وبحب أحيي الوالد والوالدة والعائلة الكريم، بحب أهديهم تخرجي وتفوق يعني وتخرج اليوم، وهو يوم بالفعل رائع وجميل وانتظرته 5 سنين. وطبعا بحب أهدينا يعني نجاحي وتخرجي لكلية الهندسة وكلية وجامعة النجاح الوطنية، وبحب أهدي لزملائي وأساتذتي ودكاترتي، وبحب أتمنى التفوق والنجاح لجميع زملائي في حياتهم المهنية والعملية. طيب شاهد يعني ما بعد التخرج ماذا ستفعلين، وأيضا ماذا ستقولين أيضا للخريجين والخريجات؟ طبعا بتمنى للجميع التفوق والنجاح في حياتهم، سواء اللي يكمل في المرحلة العلمية أو بده يكمل في المرحلة المهنية. بتمنى طبعا أن ألاقي فرصة عمل مناسبة لتخصصي بحيث أني أبدع فيها وتكون متناسبة طبعا مع شهادة الهندسة الصناعية. ألف مبروك من شاشة الفجر الجديد. طبعا أشكر شاشة الفجر الجديد على متابعتها الدائمة لنا، وشكرا جزيلا لكم. شكرا لك، وننتقل إلى الوالد أيضا. يعني أبو طارق أنت زراعي وأيضا مهندسين أيضا مهندسات، لكن اليوم تختلف عن كل الأيام، يعني ما هي الصورة وما هو الشعور في هذه اللحظة؟ والله شعور طيب جدا، وأجمل شيء أنه الإنسان يشوف ابنه تخرج ويعني صار يعتمد على نفسه وخلص من مرحلة الدراسة. وطبعا هاي فرحة كبيرة للأب أنه يشوف ثمرة تعبه موجود. طب وماذا تقول لشاهد في هذه اللحظات؟ والله الله يخليها، وأتمنى أنها تكمل ويصح لها شغل كويس، وهذه سعادة كبيرة. أهم شيء السعادة المضبوطة اللي هي شهادتها وتخرجها والحمد لله. يعني بدك إياها تكون في مديرية الزراعة؟ لا الله يخليك يا سيدي، اللي منيح اللي الله بوفقه. أتمنى أنها تشتغل شغلة كويسة تليق بشغلها كبنت، وما شاء الله عنها هي شاطرة تعرف تدبر حالك. واحنا نقول لك ولشاهد الف مبروك من شاشه الفجر الجديد. شكرا كثير لك، وبارك الله فيك وفي الفجر الجديد. شكرا لكم. كما قلنا الفرحه اليوم تختلف عن كل الفرحات. اليوم الابتسامه عريضه والوجه مبتسم بأجمل وأبهى الوجوه، سواعد المستقبل وبناته من جامعة النجاح في هذا التخرج الكبير والعظيم والفرعة الكبيرة. سنبدأ مشوارنا مع أبناء محافظة طول كرم، ما شاء الله التميز والإبداع طبعا من أبناء محافظة طول كرم وأبناء الوطن فلسطين الواحدة. الشهيد ياسر عرفات رحمه الله قال بأن محافظة طول كرم هي محافظة التميز والنجاح والتفوق. خلينا نبدأ مشوارنا مع الأبطال والفرسان. مساء الخير اول شيء. طيب خلينا اجي هيك اسماعيل. طيب تعرفنا اسمك وتخصصك. انا نمر ياسين، تخصص هندسه بناء. في هذا اليوم وهذا العرس ماذا تقول؟ اكيد مبسوط وفرحه مش واسعتني، وان شاء الله عقبال عند الباكين يا رب يتخرجوا ولك وظائف اهم شيء، ونشتغل ونضل بالبلاد ما نطلعش برا. نعم يطالبون بالوظائف في ظل البطاله المستفحله. مساء الخير. مساء النور. عرفنا اسمك. محمد حماد، هندسه ميكانيكيه. ماذا تقول في هذه اللحظات يا محمد؟ يعني الواحد مبسوط وفرحة كبيرة، بس إن شاء الله أنه لقدام نلاقي وظائف إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم دائما الوظائف. وأنت أيضا تخصصك واسمك؟ علاء محي الدين عطير، تخصص هندسة مدنية. علاء يعني اليوم رسالة من خلال هذه الفرحة، ماذا توجه رسالة للمسؤولين خاصة بعد التخرج وهذه الفرحة؟ بتمنى أنهم يوفروا لنا الوظائف هون عشان ما نضطرش نطلع برا، وتكون الحياة مناسبة لنا، يعني وظائف في طول كرم مش وظائف نروح على أريح عشان نشتغل وفي الآخر ما نوفرش مصاري، يعني يوفروا لنا معيشة منيحة. وشكرا لكم. إن شاء الله صوته بنسمع هو كل خريجينا وفرساننا. مساء الخير يا جلاد. مساء النور. المهندس جهاد جلاد من طول كرم هندسة مدنية. أول إشي بدي أشكر تلفزيون الفجر على هاي المشاركة اللي كتير حلوة اللي دائما متعنا فيها في كل مناسباتنا. بحكي تخصص الهندسة كتير كتير ممتاز، خصيصا إنه فيك بلد لازم نعمرها ولازم نبني فيها هاي البلد، لأنه إحنا أولاد هاي البلد. نعم جهاد يقول انه احنا بنات هذه البلد ورجالاتها ولازم نبنيها صح، فلسطين بحاجه لهذه الفرسان. ماذا تقول؟ تعرفنا اسمك وتخصص. جارح حسن، تخصص هندسه مدنيه.
بحكي في هذا اليوم الجميل والرائع. مبروك للجميع ومبروك للأهالي ومبروك للوطن بهذا الجيل الجديد من المهندسين، ونتمنى أن نبقى بهذا الوطن لنبنيه ونطوره بأيدينا وسواعدنا. إذن هذه سواعد المهندسين، إسرائيل تهدم وهؤلاء وهذه سواعد تبني دائما. مساء الخير. الاسم عمر شعبان، تخصص هندسة مدنية. بتمنى من المسؤولين أنهم يوفروا لنا الوظائف اللي تتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن، بحيث أنه لا نطلع أنه نشتغل على رام الله أو بيت لحم أو أريحة، أنه يوفرون الوظائف في المدينة اللي إحنا منتمنين إلها. وشكرا جزيلا لتلفزيون الفجر الجديد، شكرا لك استاذ منتصر، ومبروك دائما. هنا راح أوقف أكثر لحظاتي هون طبعا مع دار التكرول للمواقفين اللي بالمرصاد. مساء الخير وألف مبروك بداية لك. تعرفنا على اسمك وتخصصك. الله يبارك فيك. محمد تكروري، هندسة مدنية طول كرم. محمد تكروري، يعني وظيفتك جاهزة أكيد؟ لا الحمد لله، يعني هسه شغالين، تخرجنا والحمد لله، ومنطالب من المسؤولين يوفروا لنا فرص عمل، وهم منطالب إنه من النقابة الهندسة توفر لنا جو ملائم وفرص عمل من خلال النقابة اللي هي اللي إحنا اللي جزء من النقابة الهندسية وهي تسعى لنا للفرص العمل. طب وإهداء هذه الفرحة لمن تهدي هذه الفرحة؟ بهديها لأهلي ولعمي المهندس بلال تكروري ولجميع أهلي وأصدقائي وإلكم طبعا لتلفزيون الفجر. وإحنا بنهديك، بقول لك ألف مبروك وأنت أيها الصاعد الجديد. صباح، تخصص هندسة بناء. أتمنى التوفيق لجميع أصحابي وزملائي في هندسة البناء والهندسة التخصصات الأخرى، وبتمنى التوفيق في العمل والحياة القادمة. احنا نقول لك مبروك. تعرفنا اسمك وتخصصك. معتز احمد محمد عبد الدايم، هندسة مدنية. واقول الف مبروك لجميع الخريجين، بهدي هذا التخرج للوالد والوالدة، لكل الاهل والاصحاب والاصدقاء. الف مبروك دائما ودائما على الفرسان. تعرفنا اسمك وتخصصك. محمد سامي طومي، هندسة مدنية طول كرم. بداية بحب أشكر الأهل والأصحاب اللي خلونا وصل لهاي المرحلة لهذا اليوم الجميل، وبشكر كمان أصحابي كلهم، وبنبارك لجميع الخريجين، إن شاء الله بتمنى لهم وظائف ومنح ماجستير كمان. مبروك نحو البناء إن شاء الله. المهندسين دائما. تعرفنا اسمك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المهندس إبراهيم نعيرات، طالب هندسة مدنية. بحب أوجه شكر لجميع الطاقم التدريسي وبهدي هذا التخرج لزملائي وأهلي وأصحابي وللشهداء والأسرة، وبتمنى من المسؤولين إنهم يهتموا فينا، لأنه في كتير ناس بتستاهل منهم إنهم يهتموا في هذا الجيل الصاعد، وإن شاء الله نقدر نبني هالوطن ويحققوا لنا جزء من المطالب والأمانة تبعتنا. شكرا. إذن صوتك إن شاء الله يصل، ومساء الخير بالمهندسين أيضا. الله يخليك. ماذا تقول في هذه اللحظات العظيمة؟ مبارك لجميع الخريجين في جامعة النجاح الوطني، وأتمنى مزيد من الفخر والاعتزاز لهم طبعا، وقدم جميع التهاني للآباء والأمهات طبعا للمناسبة. أنا بقول لك من شاشة الفجر الجديد ألف مبروك لك دائما. الله يبارك فيك. شكرا لكم لتلفزيون الفجر. نحو البناء نواصل. مساء الخير. سنور. على اسمك وتخصصك. معك عبير زايد، هندسة معمارية. عبير، من أنت يا عبير؟ أنا من جنين. أهلا وسهلا فيك. طيب رسالتك في هذا اليوم وهذا يعني هذه الفرحة؟ بما أنه ماما وبابا مش موجودين بالخارج، بحكي لهم تمنيت لكم كتير كتير تكونوا معي اليوم، وطبعا وجود عمامه كتير حلو حدي، وكمان خطيبي نضال، وبتمناكم عن جد تكونوا معي، وهي بنتكم صارت مهندسة. نعم، لمن تهدي هذه الفرحة؟ طبعا لأهلي أول شيء، ماما وبابا، ولكل عمامي وعماتي ولخطيبي نضالكم. ألف مبروك دوما. الله يبارك فيك. شكرا. نستكمل مشوار الفرحة هنا من حرم جامعة النجاح الوطنية ومع سواعد هذه البناء والأمة. تعرفين اسمك وتخصصك؟ هلا، بلال تكروري، هندسة مدني. اليوم يعني كيف وصفك لهذا اليوم العظيم اللي بيختلف عن كل الأيام السابقة؟ يوم من العمر، أحلى يوم، أحلى فرحة وأحلى يوم. طب يعني هاي الفرحة اليوم كل أهلك والأقارب كلهم ملتمين ما شاء الله، يعني ماذا تقول لهم؟ يسلموا. كلهم ساعدوك للوصول لهذه المرحلة؟ كلهم، لولاهم ما كنتش وصلت لهون أكيد. طب لمين تهدي الفرحة؟ لأهلي، لبابا، لماما، لأخواتي، لأختي، لخالاتي وكلياتهم وعمامي وللكل وللجامعة طيب ما بعد التخرج؟ إن شاء الله نشتغل، إن شاء الله يصح لنا ونكمل. بدك تكملي؟ طيب يعني أنت رسالتك أيضا للخريجات اللي تخرجوا معاك والخريجين، شو بتقولي لهم؟ تبعتي لهم رسالة؟
انه ما حداش يوقف المجلس البكالوريوس صار زيه زي الثانوي العام، لازم انه الواحد بده شهاده يكمل ان شاء الله. الف مبروك للكل. واحنا بنقول لك الف مبروك. خلينا نحكي مع والدك، يعني والدك له حق علينا طويل. يعني اليوم مختلف عن الايام، ماذا تقول فيه؟ اكيد هذا يوم يوم فرح، يعني الواحد مهما حكى ومهما قال ما بوصف هذه اللحظات والساعات من الفرح. خاصة احنا اليوم كمان فرحتنا مزدوجة، هلا بنتي ومحمد ابن اخوي تخرجوا من الهندسة المدنية في جامعة النجاح، وان شاء الله للامام. شكرا لك. يعني فرحة مكتملة، ولكن هذه الفرحة لا تكتمل الا بايش؟ بوظيفة. طب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، يعني عليهم انهم يعملوا اللي عليهم، هم يعملوا الخطوة الاولى، وان شاء الله انه ربنا بييسر امرهم وامر الجميع ان شاء الله. احنا بنقول لك بشاشة الفجر الجديد الف مبروك للاثنين. شكرا لكم، بارك الله فيك، تسلم، يعطيكم العافية. إذن نبقى مع هذه الفرحة، يعني أعتقد أن السعادة اليوم لا تسع الدنيا ومن فيها الأهل والأبناء وكل من حول من تخرج اليوم في هذه الأمسية الرائعة جدا. مساء الخير. مساء النور. يعني اليوم الأهل حواليك والفرحة يعني غير. صحيح، هي الفرحة كل واحد بنتظرها من هو صغير من الطفولة، كانت أحلى فرحة بحياتي. وبعد 5 سنين بعد جهد طويل يعني الحمد لله حققت اللي نفسي أدرس هندسة مدنية، وإن شاء الله بصير مهندس قد الدنيا إن شاء الله. بجوز لأن أنا علمت وطلع، سبحان الله. سبحان الله، سبحان أكيد الله. أكيد. طيب ألف مبروك. خلينا نتكلم للوالد، يعني اليوم يعني غير، دائما غير 100%. يعني ماذا تقول اليوم لجهاد؟ ألف مبروك للجميع، بتمناها للجميع إن شاء الله، لجميع الطلاب. طيب أنت يعني شو راح تعمل مع جهاد يعني بعد التخرج؟ ماذا سيفعل جهاد؟ إن شاء الله لسه مشوار أمامه، مشوار طويل، بده يكمل دراسته يعني؟ إن شاء الله نتمنى بعد ما يشتغل إن شاء الله ويعمل. يعني اليوم أنت تعلم أنه هناك في بطالة مستفحلة وخريجين بالألاف، يعني ماذا تطالب المسؤولين أيضا؟ توفير فرص عمل إن شاء الله، وإنشاء مشاريع اللي يتمكنوا من من العمل والإعالة. وإحنا من كلك من شاشة الفجر الجديد إلى كل جهاد الأهل كلهم ألف. شكرا، شكرا لكم، بارك. الفرحة تتواصل هنا في حرم جامعة النجاح الوطنية، ونواصل لقاءاتنا مع طبعا السعداء في هذه الأرض اليوم. يعني تعرفين على اسمك وتخصص؟ أستاذة يونس، هندسة مدنية. من وين يا أستاذة؟ من نابلس. من نابلس. طيب اليوم يعني ماذا تقول؟ ضلكيش تروحي لغاية، خليكي عشان الكاميرا. طيب اليوم يعني الفرحة والأهل والأقارب يعني مختلفة عن أي فرحة في الكون. مظبوط، انت مثل ما شايف كل الناس كلهم مجتمعين هون وعلى وجههم البسمه وكلهم فرحانين، اكيد كله بسبب النجاح. طيب ماذا بعد التخرج والفرح؟ اكيد طبعا مندور على شغل وان شاء الله نتوفق. طب وشو بتقولي لاهلك، لمين بتهدي النجاح؟ اكيد لماما وبابا ولاخواتي ولكل اللي بحبوني. الله يبارك فيك. أبناء المحافظة، ولو أنه صوت راح مش مشكل، بس فداء هاي الفرحة. إحنا منتواصل من حرم جامعة النجاح، أبناء محافظة طول كرم، دائما التميز والإبداع. تعرفين على اسمك وتخصص؟ إباء أحمد إبدار، جغرافيا. إباء، يعني اليوم ما شاء الله طلع كلهم الأهل حواليك، يعني مش أي فرحة صح؟ ممكن توصفين لنا هذه اللحظة؟ يعني هاي الفرحة مش زي أي فرحة، وحالاتها بوجود الأهل والأصدقاء. اسمحوا لي عبر شاشتكم أهدي نجاحي كله كلياته وفرحتي كلياتها لوالدتي العزيزة سيدي نجاة الممرضة أم المعتصم، ولأخوتي ولكل أقربائي ولكل صديقاتي، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ولكن بعد التخرج ماذا ستفعلين؟ يعني هو هاي بداية الطريق، وإن شاء الله هسا الواحد بده يسعى وبده يتعب من أول أبو جديد مشان يلاقي وظيفة تناسب تخصصه. طب ورسالتك للخريجين والخريجات في هذا اليوم، يعني فرحتك من فرحته أيضا؟ يتفائلوا، ما يردوش على الشارع كثير، يتفائلوا، اللي من جد وجد، من جد وجد، وما تردوش على الشارع. المستقبل معكم، وراح نبني الوطن مع هاي السواعد، وإلى الأمام دائما. ألف مبروك. شكرا لك وشكرا للفجر الجديد. نواصل مشوارنا من شاشة الفجر الجديد ولقاءات النجاح والتفوق. تعرفين اسمك وتخصصك؟ سيل عبد الجواد يوسف عواد. من وين؟ من قرية عورتة، كلية الآداب، أدب إنجليزي. اليوم ماذا تقولين في اليوم في عالم النجاح؟ طبعا اليوم أحلى يوم في حياة كل طالب، في هذا اليوم يعني بوجه تحية أول إشي لأمي، لأنها هي اللي تعبت علي ولولاها أنا ما وصلتش للي وصلت له، ولجميع الناس اللي وقفوا جنبي بوجه لهم تحية، وببارك لجميع الخريجين وبكلهم ألف مبروك. نعم هذه بداية الطريق مع الورد، ولكن ماذا بعد التخرج؟ إن شاء الله إن شاء الله بنكمل. رسالتك للمسؤولين، خاصة أنه في بطالة عندنا أيضا خريجين أعداد وأفواج كبير.
بطالب جميع المسؤولين انه يوفروا يعني فرص عمل للطلبه، لانه عددهم يعني كبير عن جد، يعني كبير، وفي ناس يعني لهم 10 سنين وعشرين سنه ما لحقتهم مش الوظيفه. يا ريت يعني يطلعوا على هذول الناس، ابدا شوي من الناس اللي تخرجوا جديد. مبروك، احنا بنقول لك دائما، وانت ماذا تقول لها؟ شكرا، الف مبروك، ومن جد وجد، والحمد لله رب العالمين. في هذا اليوم فرحانين نحن كثير. إذن الحصاد متواصل هنا مع أبناء الوطن، بنات هذا الوطن، من خلال هذه الفرحة والسعادة الكبرى. تابعونا من شاشة الفجر الجديد دائما مع خريجي جامعة النجاح الوطنية، مع طاقم إسماعيل بلعاوي، صالح بربيع، محمد الفار، علاء جلاد، ومنتصر عناني، مع مقابلات مع الفرحة دائما والنجاح. إذن أعزائي المشاهدين، نواصل مع هذه الفرحة وهذا التميز والنجاح عبر بوابة جامعة النجاح. مساء الخير، تعرفين على اسمك تخصص؟ مساء النور، أهلين. دليدة عبد القاهر حسون، لغة عربية. دليدة من وين حضرت؟ من بيت مرين. من بيت مرين. دليدة، اليوم مختلف عن أيام السنة، خاصة اليوم فرحة ما بعدها فرحة، يعني ماذا تقول في هذه اللحظة؟ إشي أكيد طبعا أهم فرحة بالحياة فرحة التخرج، بتعادل أي فرحة بالدنيا، بس إن شاء الله نلقى وظيفة عشان تتم الفرحة. لمين بتهدي هذه الفرحة؟ طبعا بهديها أول إشي لربنا سبحانه وتعالى، إنه أعطاني العمر إني أشوف هاي اللحظة وإنه وفقني، وطبعا بهديها لوطني، وبهديها لأهلي، لماما وبابا ولعمتي، وبهديها لصاحبتي. وإحنا بنهدي دائما لطلاب النجاح، وإن شاء الله الله يوفق كل الناس. طبعا بهديها لكم. نعم، وأنا برضو باسمها بنهدي هذا التفوق والنجاح لهذه السواعد دائما للشهيد والقائد الأول الرمز ياسر عرفات رحمه الله، يعني زميلتها، واليوم طارطيها عشان تهنيها. بحكي لها ألف ألف مبروك، مبروك لكل الخريجين إن شاء الله. ووالدها أيضا ماذا تقول لها في هذه اللحظة؟ ألف مبروك إلها ولكل الخريجين، وبتمنى التقدم والازدهار لجامعة النجاح الوطنية. احنا بنقول لك ألف مبروك إلى كل بنتك وإلى الأم. الله يبارك فيك. فرحتنا تتواصل هنا من حرم جامعة النجاح الوطنية، وأبناء محافظة طول كرم دائما التميز والنجاح والتفوق كما عهدنا هذه المحافظة. مساء الخير، تعرفنا على اسمك وتخصص. مساء النور، الاسم عمر جمال شعبان عبد العال، تخصص هندسة مدنية. عمر، يعني اليوم كل الأحبة والأصحاب والأهل حواليك؟ والله طبعا الفرحة مش راح تكمل إلا بوجود الأهل. طبعا فرحتنا هي راح تكون الفرحة العارمة بعد ما نشوف الأهل فرحانين، ونشكر تلفزيون الفجر الجديد على تخطيط لهذه الحفلة. لمين بتهدي هذه الفرحة؟ طبعا بهدي أول شيء لأبوي وأمي وكل قرابتي طبعا، وبهديها لستي وسيدي طبعا، وستي وسيدي الثانيين الله يرحمهم، أمي وأم أبوي وأبو أمي، وشكرا لكم برضو. وإحنا بنقول لك من شاشة الفجر الجديد ألف مبروك وإلى الأمام دائما. مساء الخير، تعرفين على اسمك وتخصص؟ مساء النور، يا هلا، اسمي ولاء خالد شعبان عبد العال، تخصصي أدب إنجليزي. أدب إنجليزي، واليوم بما أنه أدب النجاح انطلق اليوم، يعني ماذا تقول لي في هذا؟ أول شيء بهدي نجاحي لأهلي، لأمي ولأبوي، لكل أحبائي، ولفلسطين، ولألكم تلفزيون الفجر. طيب ماذا بعد التخرج؟ إن شاء الله بلاك وظيفة، وأقبال عند اللي ضايلين يا رب. طب ورسالتك للمسؤولين، خاصة في خريجين أفواج كثر في الوطن؟ بهدي لهم نجاحي، وإن شاء الله عقبالهم، ويشدوا حالهم ويوصلوا ويشعروا بهاي اللحظات اللي أنا هلأ شاعر فيها، لحظات حلوة لا تعوض. شكرا لكم. طيب قبل ما تغادرينا، احنا من نهديك من شاشة الفجر الجديد بوكي ولد، ألف مبروك بمناسبة النجاح. رب شكرا لكم، شكرا كثير. ومساء الخير. مساء النور، هلا، تعرفين على اسمك؟ نسرين سلهب من نابلس، تخصص أدب إنجليزي. نسرين، اليوم كيف؟ حلو كتير طبعا. صح. يعني هذه الفرحة وهذا الحلو الكثير، ماذا تقولين في هذا اليوم؟ طبعا أول إشي بحدي أحلى تبريكاتي وأحلى تهنئاتي لماما وبابا وعائلتي، طبعا لسيادة الرئيس مازن أبو عباس، طبعا وبهدي لرئيس الجامعة ولجميع أصدقائي وأحبائي وإلكم كمان. وما بدأ بعد تخرج لمين تعمل؟ طبعا أول إشي خدمة وطني، اللي هي البحث عن عمل وتقديم كل ما في وسعي لأجل وطني. أحنا بنقول لك ألف ألف مبروك. شكرا لك، شكرا لك. مبروك، أجمل كلمة تقال في هذه اللحظات، ومبروك. الله يبارك فيك يا رب. عرفنا اسمك وتخصص. محمد جودي من رفاعت سلفيت، هندسة مدنية. يعني اليوم لحظات كبيرة وعظيمة وفرحة لا تسع الدنيا فيها، ماذا تقول في هذه اللحظة؟ طبعا لحظات سعيدة جدا، بقول للجميع ألف مبروك،
ولحظة سعيدة جدا أن وصلنا لهذه المرحلة. أنا كنت بدي أسافر، طولت الفيزا، فكان لي الفرصة أني أجي أحضر حفلة التخرج، وبكرة مسافر إن شاء الله. إحنا بنقول لك دائما ألف ألف مبروك دائما وللأمان. الله يبارك فيك يا رب ويسلمك كثير. شكرا. دائما قلنا الشعار الجميل في هذه الأيام وفي هذه اللحظات دائما كلمة مبروك لا تفي حق الخريجين وفرحتهم. مساء الخير، اسمك وتخصص؟ مساء النور، سجود جبر خدير، جامعة نجاح الوطنية، آداب، تخصص اللغة الإنجليزية، آداب اللغة الإنجليزية. كيف يعني كيف تشعرين في هذا اللحظة؟ هو شعور عارم، فرحة لا توصف، والشكر طبعا لله تعالى للأهل والوالدين طبعا. لمين تهدي هذا التخرج هذا؟ أولا لأبي الدكتور جبر خضير، دكتور في اللغة العربية بقسم الآداب، ولأمي أكثر شيء، ولكل من شجعنا لإنهاء هذه التجربة الجميلة. احنا بنقول لك ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. وأيضا للمحاضرين، والدكتور دائما له دور كبير في الجامعة، خاصة أن الأبناء في داخل هذه الجامعة يهدون دائما الفرحة أيضا للمحاضرين. يعني اليوم دكتور فرحة مختلفة عن كل الفرحات، ماذا تقول في هذه اللحظة؟ نعم، أولا أنا اسمي دكتور جبر خضير البيتاوي، أستاذ بقسم اللغة العربية بالجامعة. حقيقة هذا يوم طيب وفرح عظيم، أولا لأبنائنا الخريجين خاصة ولشعبنا الفلسطيني عامة. فشعبنا الفلسطيني الذي يعاني الاحتلال لكنه يتعلم ويقوى ويزرع ويثبت في هذه الأرض. لنقول للجميع أن شعب فلسطين وثابت في هذه الأرض، هو المزارع، هو الطالب، هو الأستاذ، هو المهندس، هو الجندي، فنحن كلنا في خندق واحد، وبإذن الله تعالى سنبقى مرابطين في هذا في أرض فلسطين. ومن يمن الطالع أننا في حفل الخريجين لهذه السنة كان في شهر رجب، شهر الخير، شهر الإسراء والمعراج، وبإذن الله تعالى سيبقى شعبنا الفلسطيني إن شاء الله هو في المقدمة وسيثبت في هذه الأرض، وإن شاء الله ستتحرر هذه الأرض بجهود هؤلاء الشباب الذين يحبون الحياة ويعشقون الحياة، ولكن كذلك يعشقون الحرية. فنحن نحب الحياة ونحب الحرية ونحب كذلك وطننا، سنبقى ثابتين مرابطين في هذه الأرض. ونشكر الإعلاميين وهذه المحطة الطيبة التي تواكب الخريجين في جامعة النجاح وفي كل جامعاتنا الفلسطينية، وإن شاء الله إلى الأمام. باختصار دكتور، أنت محاضر وأنت تتحدث الكثير أكيد، لكن هل اختارت هذا التخصص لأنك أنت أيضا الدكتور في داخل الجامعة بنفس التخصص؟ هو الحقيقة قد تستغرب، أنا أولا يعني هذه البنت الرقم 4 خريجين لي في هذه الجامعة، لم أجبر أحدا على التخصص من أبنائي، وأنا أدرك أن الطالب عشقها لوالدها هي من أجبرها أن تتجه لنفس التوجه. الحقيقة أولا هي تخصصها أدب إنجليزي وأنا أدب عربي، نعم، ولي أبناء في الهندسة وغير ذلك. فأنا دائما أقول للجميع اتركوا أبنائكم يختارون تخصصهم، فالطالب حينما يختار التخصص الذي يرغبه يبدع فيه أكثر، فالعلم يحتاج إلى رغبة، يحتاج إلى إبداع. ولذلك يعني أنا أنصح دائما أن نترك أبنائنا حتى يبدعوا في تخصصهم، لأن العلم لابد له من رغبة، فإذا رغب في تخصصه فإنه يبدع في تخصصه، يبدع في الحياة. فالتخصص ليس مجرد يعني منهج تعليم، إنما منهج حياتي، منهج تفكيري. فبالتالي لابد من الطالب، ومن فضل الله تعالى أعتقد أن هناك بدأت حرية أكثر لطلبتنا حتى يختاروا تخصصاتهم المختلفة سواء في العلوم الطبيعية أو في الإنسانية. وشعبنا الفلسطيني الآن يعني، وأنا يعني في هذا الموقف، شعبنا الفلسطيني بدأ يهتم في التعليم عموما أكثر من غيره، ونحن نفتخر أن شعب فلسطين هو من أكثر شعوب العالم نسبة الخريجين الجامعيين مع عدد السكان، وكذلك الطالبات بفضل الله تعالى بدأ الاهتمام بها أكثر، وهذا يدل على أن شعبنا الفلسطيني شعب عظيم، ونحن كذلك لسنا مجرد شعب عادي، نحن مقدمة الشعوب العربية في الاحتلال، مع أننا نعيش ظروف الاحتلال، لكننا نتعلم، لكننا نزرع، لكننا نعمل في المؤسسات، ندافع عن وطننا، وإن شاء الله المستقبل قريب سيكون إن شاء الله في خير عظيم لنا ولشعبنا ولأمتنا ولشعوبنا العربية والإسلامية. ونحن دائما في المقدمة نقول لك ألف ألف مبروك للخريجة. شكرا لكم، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. موفق.
الفرحة تتواصل، وكما قلنا في هذا اليوم يوم جميل هنا في حرم جامعة النجاح الوطنية، رسم الابتسامة على الوجوه شيء مختلف اليوم. يعني اليوم ماذا تقول يعني في هذه اللحظات؟ والله هذه أسعد لحظات عندي بحياتي، أني أرى ابني يتخرج من الجامعة، أسعد لحظات، وهذه ثمرة الاجتهاد والمثابرة. هل تعتقد بأن هذه الفرحة تختلف عن أي فرحة في الكون؟ تختلف عن أي فرحة، عن فرحة الزواج، عن فرحة البناء، عن فرحة أي شيء، ما في بعد فرحة النجاح في الحياة. طب وصيتك لابنك بعد التخرج؟ وصيتي أنه يستمر بالمثابرة والاجتهاد ويكمل الماجستير إن شاء الله والدكتوراه بإذن الله تعالى. طب وأنت ماذا تقول للولد في هذه اللحظة؟ إن شاء الله. طبعا بداية بحب أشكر أهلي اللي خلوني أوصل لهذا اليوم، لهذه المرحلة، وإن شاء الله أكيد راح نحاول نكمل الماجستير والدكتوراه إن شاء الله، ونظلنا رافعين رأس أهلينا ورأس البلد، وإن شاء الله إن شاء الله. شفت الفجر جديد، ألف مبروك. ألف الله بارك فيك، شكرا لكم لوصولكم عندنا في جامعة النجاح، وشكرا لكم. شكرا لك، بارك الله فيكم. شكرا. دائما مع التفوق والنجاح. بدأت تعرف على اسمك وتخصصك. عميد محمود قزيح من كلية الهندسة، تخصص هندسة الميكانيك. من وين حضرتك؟ من نابلس. من نابلس، أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم وأنت تدرج في الحياة وصلت لمرحلة جميلة جدا، وهي اليوم أجمل المراحل. أول شيء الحمد لله رب العالمين، يعني بدي أشكر أهلي اللي تعبوا طبعا لحتى وصلت لهالمرحلة، أمي وأبوي أخوتي وخواتي ولكل العائلة، وبشكر جميع الهيئة التدريسية في جامعة النجاح على اللي قدموه، وألف مبروك لجميع الخريجين. طب رسالتك للخريجين ما بعد هذا التخرج، بداية أنت بنفسك والخريج. والله رسالتي إنه يحاولوا يقدموا الصورة المنيحة اللي أعطتهم إياها الجامعة، وإن شاء الله يعني كل واحد الله بيسر له وظيفة منيحة، والله يوفق الجميع. احنا بنقول لك ألف مبروك. شكرا. الله يبارك. كلماتنا لا تصف إلا شيء واحد في هذه الفرحة، هنا من حرم جامعة النجاح كلمة واحدة تفي حق هؤلاء هذه السواعد وهؤلاء الفرسان، هي كلمة ألف ألف مبروك دائما من شاشة الفجر الجديد. أعزائي المشاهدين، كنا معكم دائما في هذه الجولة والتغطية دائما من جامعة النجاح مع فرسان النجاح في هذه هنا في حرم الجامعة. الأبطال والفرسان يتخرجون والمستقبل الواعد قادم لا محالة، هؤلاء هم بنات هذا الوطن وفرسانه القادمون. اليوم وغدا سنبقى وإياكم في هذه الأمسية في تغطية دائمة لخريجي فرسان جامعة النجاح الفوج 31. كان معكم دائما في هذه التغطية إسماعيل بلعاوي من وراء الكاميرا، علاء الجلاد، محمد الفار، وصالح أبو ربيع، وأيضا معكم دائما في التقديم والإعداد من هذه الفرحة دائما فرحة النجاح منتصر العناني. إلى اللقاء دائما معكم وبكم، دائما نلتقي مع فرحة أخرى من فرحة النجاح. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه.